من الأشياء المحببة للطفل هي اختياره لتيمة عيد ميلاده التي عادة تكون لها علاقة بهوياته وميولاته، وإضفاء اللون المحبب له في الكيكة وفي كل شيء سيشعره أكيد بالتميز والفرح. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ماريسا سارة. اليوم إن شاء الله سأتقاسم معكم خطوات عمل كيكة كرة القدم بطريقة سهلة بطعم رائع. بالنسبة للكيكة أعتمد كالعادة المولي كيك الخاص بالكيك ديزاين، واللي سبق لي وشاركته معكم في عدة مناسبات، وهذه المرة سأستعمله ببودرة الشوكولاتة المرة. سنحضر كيكتين بنفس الحجم ونفس القياس وسندمجهما مع بعض لإعطائهما شكل الكرة. سنحتاج إلى ضعف المقادير، إلى 3 بيضات، 250 غرام من السكر، 200 غرام من الدقيق، 50 غرام من بودرة الشوكولاتة المرة، ربع ملعقة صغيرة من الملح، و10 غرامات من خمارة الحلوى. وكملاحظة، إذا أردتم تحضير المولي كيك الطبيعي بدون بودرة شوكولاتة مرة، فقط ستعوضون 50 غرام من بودرة الشوكولاتة ب50 غرام من الدقيق الأبيض. سنخلط كل من البيض والسكر جيدا. نضيف بودرة الكاكاو شوكولاتة مرة ونخلط جيدا. نضيف رشة ملح ونحرك جيدا حتى الحصول على مزيج متجانس. نضيف بعد ذلك الدقيق بالتدريج وخمارة الحلوى ونحرك جيدا. وفي الآخر سنضيف الكريمة السائلة بالتدريج حتى الحصول على مزيج متجانس. من بعد ذلك سنوزع الخليط في قالب الحلوى المدهون بالزبدة والمرشوش بالدقيق. بالنسبة للقالب، فلو كان بإمكانكم الحصول على قالب الكيك الكروي ثلاثي الأبعاد على شكل كرة قدم سيكون أحسن، لأنه سيوفر لكم الكثير من الوقت. أنا اعتمدت فقط على قالب عادي بهذا الشكل. ندخله للفرن على 180 درجة حتى نضوج الجينواز، وبعد ذلك نتركها لتبرد تماما. سنقوم في هذه الخطوة بتقطيع الجينواز وتشكيلها وإعطائها شكل نصف كرة، بعد ذلك إدماج نصف الكرتين مع بعضهما لتشكيل كرة القدم بالطريقة التالية.
سأستعمل عود الشواء لتثبيت الكرة جيداً. ثم نغطيها بالكريمة المخفوقة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك سنقوم بتغطية الكيكة بعجينة اللوز البيضاء بالشكل التالي. سنستعمل في هذه المرحلة عجينة اللوز لتشكيل أشكال هندسية خماسية وسداسية بقياسات محددة. بنفس القياس والأضلاع تكون كلها متساوية الأشكال. الخماسية سأستعمل اللون الأخضر والسداسية ستكون باللون الأحمر. فاللونين سيمثلان شعار نادي كرة القدم الذي يتدرب به ابني. وبالنسبة للقاعدة الأرضية ستكون بيضاء لأن عيد ميلاده تصادف مع تساقط الثلج. فبإمكانكم استعمال اللونين المعتادين الأبيض والأسود بالنسبة للكرة، والقاعدة ستكون خضراء. بعد الانتهاء من تقطيع الأشكال الهندسية سنقوم في هذه الخطوة بلصقها جنبا إلى جنب مع تثبيت الحواف جيدا. بإمكانكم دهنها بالماء لتلتصق جيدا. بعدما ننتهي من شكل الكرة نضعها لترتاح في الثلاجة ونقوم بتجهيز القاعدة. بالنسبة لقاعدة الكرة فلكم الاختيار، ممكن عمل كيكات فانيليا عادية. بالنسبة لي فقد عملت كيكة رخامية لعدي نزينها بالكريمة المخفوقة باللون الأبيض. وبهذا نكون قد وصلنا للمرحلة الأخيرة، وهي نقل الكرة بحذر لوضعها على الأرضية البيضاء مع إضافة بعض اللمسات الخاصة. أتمنى أن الشكل النهائي للكيكة يكون نال الإعجاب ديالكم وتشاركوه مع الأحباء والأصدقاء. وسلام مع وصفة جديدة إن شاء الله.